بمناسبة مرور الذكرى 73 لاستقلال لبنان وجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي اللبنانية الذي صادف 22 تشرين الثاني 1943، دعا السفير اللبناني في قبرص الدكتور يوسف صدقة إلى حفل استقبال ضخم في قاعة فندق الهيلتون بارك، حضره حشد كبير من فعاليات الجالية اللبنانية القبرصية على رأسهم رئيس أساقفة الأبرشية المارونية في نيكوسيا المطران يوسف السويف، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية الرسمية والسفراء والدبلوماسيين ورجال المصارف والأعمال الذين شربوا نخب لبنان، مهنئين السفير صدقة بانتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية بعد فراغ دستوري ناهز السنتين ونصف السنة. التفاح اللبناني كان حاضرا بقوة بين المحتفلين ودون منازع، حيث تم توزيعه على المدعوين بمبادرة من وزير الخارجية جبران باسيل الذي دعا إلى دعم المزارعين اللبنانيين وخصوصا مزارعي التفاح الذين يواجهون شتى الصعوبات في تصريف إنتاجهم عبر الحدود اللبنانية. وفي رده على سؤال حول جدوى الاحتفال بالاستقلال وسط المناكفات السياسية المحتدمة بشأن تشكيل الحكومة وتقاسم الحصص بين زعماء الطوائف في وقت يعاني فيه اللبنانيون الظروف الصعبة، أكد السفير يوسف صدقة لمرايا بيروت أن المناكفات والخلافات عند تشكيل الحكومة أصبحت عادة في اللعبة السياسية وهي ضمن التقاليد والتراث. من التقاليد الديمقراطية اللبنانية أنه عند تشكيل الحكومة بصير فيه خلافات، ولكن فيما بعد تحل. إحنا بنعرف الشغل، نتأمل أنه أسبوعين ثلاثة تتشكل الحكومة، هذه مش غريبة على التقاليد اللبنانية. المناكفات السياسية هي من ضمن التقاليد والتراث. إن شاء الله عيد استقلال مبارك على لبنان وعلى كل اللبنانيين. لبنان الواحد، لبنان المتجدد دوما، لبنان الحضارة والفكر والثقافة، لبنان الإرادة. لبنان هو أكثر من بلد، مثل ما البابا القديس يوحنا بولس الثاني قال عنه بطريقة نبوية، بكلام نبوي، هو أكثر من بلد، هو رسالة. واللي عم بيصير حول لبنان بيخلينا أكثر وأكثر نقتنع إنه لبنان هو رسالة، رسالة العيش الواحد، رسالة الحرية، رسالة التعددية ولكن في الوحدة، رسالة الإنسان واحترام الإنسان. لذلك عيد الاستقلال هو مش بس ذكرى، ولكن هو تجديد إيمان، هو تجديد فعل حب لأرض هالوطن، لها الوطن، وخاصة للأجيال الجديدة اللي من حق أنه تعيش فيه، تعيش باستقرار، تعيش ببحبوحة، تعيش في فرص عمل، تعيش لحتى تبقى بهالمناخ الاجتماعي والروحي والعائلي المميز. إن شاء الله عيد مبارك على جميع اللبنانيين، ونحن فرحانين بهالعيد كمان عم نعيد مع رئيس الجمهورية. إن شاء الله عيد مبارك على الكل والسلام للوطن. بعتقد عيد الاستقلال اليوم عنا بقبرص مهم بالنسبة للجالية اللبنانية، لأنه وضع لبنان كان بتعرف من سنتين ونص ما في عنا رئيس، يعني اليوم عم نعيد كلنا سوا كجالية لبنانية بقبرص، مبسوطين عنا رئيس جمهورية عم تتألف الوزارة، وإن شاء الله بيكون عيد مبارك على الجميع، وتضل الرئاسة بلبنان عمرانة وعايشة وتكون أحلى ما كانت من سنين الورا. فينا نقول غير ينعاد على اللبنانية وكل استقلال وهن بخير وحلا، يعني كان إلنا سنتين ونص محرومين، نستاهل الشعب اللبناني وخصوصي المنتشر على كتر خير الله. نحن هون غربتنا قريبة من دال أحسن من البعيد، نحن كأنه بوطننا هون قراب. منقلوا للبنانية كل عيد استقلال وهن بخير وعطول لقدام، مش هلأ لكل اللبنانية عطول بالمستقبل يكون الوضع أفضل من هلأ، وخصوصاً إنه في كتير potential لبناني برات لبنان. it's time إنه يرجعوا هلأ لبلدهم، وخصوصاً إنه متأمنين كتير منيح إنه يكون العهد الجديد أفضل من سابقاته. so ينعاد على الجميع.
السنة حيصير غير إحساس بالاستقلال. استقلال مظبوط صرنا سنتين بنبكي بس هلأ جايين عم نضحك. الله يكملها معه للجنرال ويعملنا بلد مليء بالشعب وبالاستقلال. نحن كتير مبسوطين لأنه هلأ لبنان هلأ رجع انتصر لبنان على الانقسامات وعلى لما اتفقوا صار في عنا رئيس جمهورية. هلأ نحن صرنا قوية نشكر الله وإن شاء الله الله ياخذ بإيدهم كلهم ويرجع لبنان يتعمر. راجع تعمر لبنان إن شاء الله. أنا أصلا من لبنان يعني من شمال وادي النوبين إديس مارينا وجينا من ألف ومية سنة جينا عبروس سنة 1100 بس نحن بحبين كتير لبنان يعني بحبوا كتير المارشاردل والنوبين وشمال وانا ايه مزبوط انا درست كاسليك جامعة كاسليك ارشيتكتور لبنان قلبي